شيء بعدا كيما تنشكرك اخي عبد الله. ف كما كتعرف بان الديربي عنده واحد الطقوس خاصه، الديربي ما كيكونش فيه كما تنقولوا هذا ناقص وهذا عيان، يعني الديربي كتكون عنده واحد الطقوس خاصه، ما كي حتى واحد ما كيتكهن بالمباراه، لان مباراه ما بين جوج ديال الانديه، انديه عملاقه بصراحه، يعني القاطره ديال الكره الوطنيه هي الرجاء والوداد. القراءة ديالي كنشوف بأن المباراة غادي تكون صعيبة، ما غيكونش فيها زوكازيون بزاف، حيت كتكون ديما مباراة بحال من هذا الحجم كتكون مباراة ما فيهاش الفرص بزاف، اللي غيستغل الفرص هو اللي غينتصر، لأن غتجيك واحد جوج فرص خاصك تستغلهم. الوداد كيمر في واحد الظرفية ديال الشونجمون ديال لي زونترينور، يعني ربعة ديال المدربين دازوا في هذا الموسم، يعني شويه صعيبه، مي شابو اللعبه ديال الوداد، علاش؟ لانهم كيتادابطاو مع جميع المدربين، كاموندي، غاريدو، قبل منه المدرب ديال المغرب زوران، يعني شابو اللعبه ديال الوداد بصراحه، تيجيريو اي مدرب كيجي، اي مدرب كيجي كي الا وكيمشيو ليه مع السيستيم جو ديالو. الرجاء إلي فور دابا عندهم جمال سلامي اونترينور تيعرفهم مزيان، حتى اللعابه يعني هضموا داك السيستيم، مي كتبقى مباراه صعيبه. اليوم الرجاء كنت متاكد بان اللاعبين ديال الرجاء ما غاديش ينعسوا، علاش؟ لانهم عارفين غدا شكون عندهم، عارفين لاعبين من واحد النادي لنادي كبير، كيان كبير. مباراه غادا تكون مسدوده، كنتمنى الانتصار يكون صالح للوداد ان شاء الله. فبصراحه يعني هذه المباراه يعني صعيبه، بحكم ان الرجاء تتصدر، الوداد هي الثانيه بنقطه، الماتش ديال سي بوان كنقولوا ليه حنايا. واخا شوف، واخا هذه المباراه ديال الديربي ما غتحكمش على في المسار ديال الشامبيونه، بحكم بان فريق ديال الرجاء مازال عنده مباراه صعيبه، عنده مع واحد النادي اللي كما تنقولوا الكوشمار ديالو هو الجيش الملكي، باقي عندهم مباراة الأخيرة كونتر الجيش. أنا تنقول لك بأنك غادي تفرج في الفيلم ديال 2010، غنتفرجوا فيه. شوف بالعكس، أنا غنقول لك بأن هاد الحويجات غيلعبوا لصالح الوداد، لأن الوداد غيكونوا موتيفين كثر، علاش؟ لأن دابا الرجاء شنو كيقولوا؟ بأن المباراة الأخيرة ربحنا بثلاثة كونتر جديدة، كانوا مزيانين في سميتو الوداد، المباراة كونتر بني ملال ولا كونتر الزمامرة، يعني ما كانش هذاك الحضور كما تنقولوا، مي كيبقى تتبقى هذيك كما تنقولوا هذيك التجربة. يعني الوداد راه ما كانتش في جوج ديال المباريات وجابوا ست نقاط، يعني فما بالك يعني الوداد كو كانوا مزيانين كما تنقولوا، كو كانوا في الفورمة ديالهم. فيعني هذه ما كنشوفش بانه حافز، سلامي انتيليجون بزاف، بالعكس تفرج في المباريات ديال الوداد وغادي يحضر اللعابه، لانهم ما غيلعبوش امام واحد النادي اللي هو كما تنقولوا خصم سهل. الوداد راه اتونسيون مزيان، هذا السؤال مزيان، علاش؟ لان لي زونترينور دابا يا كادارين مثلا ما كانش كيلعب مع غاريدو بزاف، جا كاموندي ولا يعني حتى اللعاب راه هادشي اللي كنا كنهضروا عليه، اللعاب كاين اللي كيتادابط مع واحد لونترينور، تيجي واحد لونترينور اخر تيقول لك لا انا ما غاتمشاش ليا في السيستيم جو ديالي، من غير دابا الحداد كما تنقولوا اوكلي دابا شاد الفورما كما تنقولوا، مي هذا راه ماشي، هذا ماشي عذر لينا كحنا كوداديين، هذا ماشي عذر لينا. الماتش ديال الرجاء ان شاء الله غيتربح باذن الله. شوف اول شيء اخي عبد الله، هنا ما كيلعبش الجانب المادي اول حاجه، لانك انت كتعرف في الخصم اللي غتواجهو خاصك تربحوا كما تنقولوا، هذاك العدو الازلي ديالك. يعني كان واحد صديق ديالي صحفي قال لي في المدرجات وكتخلع، فما بالك انت في الملعب كتكون لعاب امام ذاك الجمهور، وكت يعني اول حاجه عندك بسيكولوج ضروري لشي نهار المباراه، كن متاكد بانك ما غاديش تاكل بداك ستريس ديال المباراه اللي كتسناها وهذه وهذه. المباراه كتكون صعيبه، الله يحسن العوان. اول شيء كيفاش كتهيئ، كل واحد وكيفاش كيهيئ راسو، كاين اللي كيهيئ راسو، انا بحال دابا انا نهضر على راسي، انا كنت كنهيئ راسي تنتسنط الوينرز، كنتسنط لهم في ذاك كما تنقولوا ديك الطبوله ديالهم، بحال الفايكين بحال دخلنا لشي حرب.
تتخشع يعني كتحاول تعيش داك 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 الشيء قبل ما تدخل كتعيشوا يعني فين كتعيشوا كتعيشوا في الفيستير كتعيشوا في الوطيل كل واحد وكيفاش كيهيئ راسه. فاول شيء في المدرب انا نهضر على مباراه اللي لعبنا كونتر الرجاء وانتصرنا فيعني كان طالب انا داك كان انتيليجون يعني دار لينا شفنا لادفيرسير كيفاش كيتعامل مع الجمهور ديالنا كيفاش اللاعبين ديال الرجاء كيفاش كيتعاملوا مع الجمهور يعني كيستفزوهم. فهاديك هذاك 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 الفيديو اللي شفنا هو اللي خلانا ان تنقولوا غندخلوا للتيران غنموتوا من اجل الجمهور ديالنا باش نرضيوهم. فالتوقعات ديالي مباراه الديربي تكون شويه صعيبه، مي كنتمنى ان شاء الله الاصدقاء ديالي ينتصروا بواحد الزيرو. والنقاش خويا النقاش صديق النقاش يعني مقاتل كما قلتي بهذا المصطلح، عنده ليكسبيريونس تجربه تفل في السير يعني بحال الاخ يعني صديق تيضحك مع الدراري كاملين يعني كيتعامل معاهم بواحد الطريقه ذكي. كيدخل التيران كما تنقولوا بهذا المصطلح ديال الكره سخي، يقدر يدير لاكوفيرتير في لادرواج في لاكوش ما عندوش مشكل، هوايا مقاتل. اسماعيل تبارك الله عليه دابا شاد الفورمه مزيان ووودادي وكيموت على الوداد. وخاصك تعرف واحد القضيه بان اللاعب اللي تيكون تيبغي الوداد تيكون صعيب عليه في الملعب، كيبغي يدير مسكين كلشي بالعربيه. راك شتي المباريات ديالو في الديربي كيحاول تيكون عليه ستريس هو اكثر من اللعابه الاخرين، علاش؟ لانه هو اصلا ود الكورفه كما تنقولوا، يعني هز الهم بالعربيه شي ما ينعش. الى انهزمت الوداد ما ينعش اسماعيل، الله ما ينعس. وسكومه ود الوداد اي لعاب كيتمنى يرجع للفرقه ديالو الام ديالو. سكومه ما شاء الله عليه لعاب عنده كما تنقولوا خاطر، عنده ليكسبيريونس، الجمهور ديال الوداد كيبغي اصلا باش كان في الوداد قبل ما يغادر الوداد هو اصلا كيموتوا عليه. جات الفرصه جمهور الوداد غنقول ليه بان كيبغيك كاملين، فلا كتابو ورجع للفرقه راه ذكرى النادي ديالو يعني الام ديالو هذيك. بيان سور غيعطي مضافه للفريق لانه سيرتو اللي غيلعب مع الكرتشي الحسوني جبران هادو دراري كما تنقولوا كويريه، وهو ما شاء الله عليه هو ما شاء الله عليه يعني كويري غادي يكون قيمه مضافه للفريق. فالرساله اللي غادي نقول للجمهور ديال الوداد ف يعني بصراحه يعني كلمات كلهم ما نقدرش نقول شي حاجه في حقهم، لانهم بصراحه يعني هم المساندين ديالنا، كيجيو يزورونا في التدريب، كانوا كيزورونا في البيوت ديالنا، تصور ليله المباراه يعني كيهزوا ميساجات على اي لعب. ف يعني باش نقول لك عبد الله يعني شابو ليهم، جمهور ديال الوداد جمهور كبير، كنتمنى ليهم الخير وكنبقى نقول لهم ديما بقاو هكاك سوليد، وان شاء الله لا فيكتوار غادي يجي غدا وبيكم ان شاء الله غادي نديو الشامبيون وغادي نجيبو الشامبيونز ليغ عاوتاني باذن الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.